لعنة الله على أمريكا وعلى فرنسا وعلى كل الغرب الذي يدعم تهجير شعبنا. يريدون أن يهجروا ناس 47 و67 و82 وجوه، لكننا لن، لكن شعبنا كان لهم بالمصفات وسيظل لهم بالمصفات. تحيا فلسطين، عاشت فلسطين، عاشت فلسطين، عاشت فلسطين، عاشت فلسطين. لا للتهجير، لا للتهجير، لا لمساءات المدن الأردنية، لا لمساءات المدن الأردنية، لا للتهجير، لا للتهجير. عاشت حماس، عاشت حماس، عاشت حماس، عاشت حماس. الله أكبر، الله أكبر. حماس هذه وقفة تضامنية مع الإخوة الفلسطينيين ضحايا الاعتداء الهمجي الإسرائيلي اليهودي الذي صمت عنه العالم كله، ضحايا مجازر، ضحايا الإبادة الجماعية. هذه الإبادة الجماعية التي تعود أسبابها لانقسام الأمة وحروبها الداخلية التي أضعفتها حتى أصبحت عاجزة عن التعبير عن موقف موحد من هذه المجازر، من هذه الإبادة الجماعية. هذه الوقفة يقوم بها اتحاد المحامين العرب في كل الدول العربية وفي الساعة 11 بتوقيت كل دولة. وفي هذا الإطار نقف اليوم تضامنا مع إخوتنا المجاهدين في فلسطين السليبة. عاشت فلسطين، عاشت فلسطين. لا للترحيل، لا للترحيل، لا لمساءة المدن الأردنية. عاشت فلسطين، فلسطين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار. شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار. شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار. الأرض التي تتضرر من النار والشعب حماس. عاشت فلسطين، هناك في عاشت فلسطين في الضفة.